نعرف غير شويه الدارجه، مع الاسف والو تاع مزيره ولا صحراوي. قاعدين نبي لما كي كي مانجي كي ابود الكافيين نكون كافي سماتان. اليوم احنا بصدد التتويج ديال مجموعه من الشباب اللي كيسيروا مقاولات او صح اصحاب شركات ومقاولات بالجهه، مش الشباب يتلمسون طريقهم الاول في جانب المقاوله. ومن انطلاقا من الادوار ديالنا المنوطه بنا كمركز جهوي استثمار في مواكبه المقاولات والمستثمرين، تم عقد شراكه مع ميبي الشراكه الامريكيه والمكتب جيوستان اسوسييت والمركز الجهوي استثمار في مجموعه من المجالات. اولا المجال التسويق الرقمي، وستكون لنا فرصه ايضا للحديث عن هذا الموضوع فيما يخص البوابه الالكترونيه لعيون كونكت ان شاء الله عما قريب. الشق الثاني كان هو تقويه قدرات ديال المقاولين الشباب في المجال الرقمي، لكي يساعد الشباب اولا على التعريف بمشاريعهم، على التعريف بمنتجاتهم الى غير ذلك. والهدف هو التسويق بالدرجه الاولى، التسويق الرقمي، وكنعرفوا دور حاليا ديال التسويق الرقمي في التعريف بالمنتوج وتيسير عمليه البيع ديال المنتجات ديال الشركات. هي كانت فرصه وكانت مناسبه لرقمنه مشاريع المقاولات، اللي هي كيف تعرفوا عن اغلب الشركات اللي في الجهه ما تتوفر على وسائل تواصل، ما تتوفر على واحد التواجد وواحد الاكزيستونس في وسائل التواصل وفي السوشيال ميديا. قمنا بالاستفاده لمده ثلاثه ايام، وشافوا معنا حساباتنا في الفيسبوك واللينكدين والانستغرام وواتساب، وكيفاش على انه يتحول ذاك المنتوج اللي محلي واللي في الجهه ويعود يسوق عن طريق وسائل التواصل. الحمد لله اليوم توصلنا بشواهد. كانت عندنا دوره تكوينيه في المجال الرقمي، البرمجه الرقميه والتسويق الرقمي. والحقيقه هذه الفورماسيون كنا في حاجه لها، لانه خاصه عقب الكوفيد اكتشفنا بانه اكثر شيء هو اللي ممكن الانسان يتواصل به مع الناس الثانيه هو على انه يعود عنده محطه رقميه، والله تعود عنده صفحه متخصصه بالتواصل مع الناس عن طريق الفيسبوك والانترنت وعن طريق السوشيال ميديا اون جينيرال. لاننا كيف نعرفوا على التواصل مؤخرا عاد لا عن طريق المواقع الرسميه والمواقع التواصل بليطو. تجربه زينه وفريده، وكانت اول تجربه في العيون، كون انه اكتشفنا على انه المنصه الرقميه والله مواقع التواصل الاجتماعي هي الاساسيه وهي اللي توصلك لاهدافك. وهذه البلاتفورم ديال كونكت العيون اللي فتحوها درك يعني عاد تفتح تواصل بين المستثمرين سواء المحليين او الاجانب، بينهم هم والمقاولين الذاتيين واصحاب الشركات الصغرى واصحاب المشاريع الصغيره. يعني هون خلاو لنا اتصال بيننا احنا وهما، ما تلخالك حاجز والله خاصه قال لي صافي الصور بلدي كي راه والله بدا عاد ذاك الشيء متواصل بيننا احنا وهما، وفروا علينا هذه الاهميه.